مساء الخير على كل مشاهدي قناة شوف تيفي، وأهلا وسهلا بكم في هذا المباشر الحصري من مدينة الدار البيضاء الكبرى. الشاب اللي أمامنا الآن هو واحد الشاب يعني عنده قصة يعني مأساوية، سجين سابق، شارك في واحد الجريمة ديال القتل. كتعرفوا طيش الشباب يعني كان عنده 18 سنة، تحكم 22 عام، دوز منها 14 عام، جا العفو الملكي خرج، ولكن لقى صعوبات في الإدماج، لقى عدة صعوبات. كتعرفوا أن المجتمع ديالنا ما كيتقبلش السجين، غادي يعاودنا على الإكراهات اللي لقى. غنخليوكم معاه باش يقربكم أكثر من القصة ديالو. السلام عليكم. السلام معكم ناور أيوب، مزداد في 1984 في مدينة العيون. يعني شديت في العمر ديالي 18 سنه، شاركنا في جريمه، الله يسمح لينا، جريمه قتل. تحكمت ب 22 سنه، قضيت منها 14 سنه، وهاد 14 سنه اللي دوزت داخل المؤسسه، يعني ما بين المد والجزر. يعني الحمد لله الحاجه الوحيده اللي استفدت منها، يعني قريت، تابعت الدراسه ديالي، بديت معاهم من الابتدائي حتى الباك. و يعني ما بين الابتدائي حتى الباك يعني دازوا مراحل اللي شي زوين شي خايف في الحياه ديالنا، ولكن الحمد لله كلشي. واخا عاودنا على ديك التجربه اللي خايبه واللي زوينه داخل السجن. الحاجه اللي خايبه هي انك تشوف راسك انك اولا وقبل كل شيء بعدا يعني عندك واحد الموهبه بعدا ديال القرايه، بعدا يعني القرايه شفتي راسك قاعد شي. انا ملي زدت اكتشفت ان عندي موهبه ديال القرايه، يعني ملي دخلت للسجن وليت نطالع على الكتب وليت نمشي للمدرسه، تندير انا لقيت راسي انا عندي موهبه ديال القرايه وضيعتها فاش في عقل الطيش. يعني ما الناس ما عارفينش، ما هادي اصدقاء السوق كما تيقولوا تبعناهم ثم ما الله يسمح لينا وليهم يا ربي. و حوايج يعني الحوايج الزوينين هي الاستفاده، يعني ما ضيعتش يعني كما تيقولوا ما ضيعتش الفرصه، ولو انني تشديت داخل يعني كما تيقولوا في قلب المشاكل، في قلب الاجرام، في قلب هذه، يعني مشيت اتجهت لواحد الاتجاه اللي هو القراية. يعني هذه الحاجة الوحيدة اللي داز زوينة في حياتي، يعني قريت. وش الخايب؟ الحاجة اللي كما قلت لك يعني اللي خايبة راه هي هذيك، يعني احتكاك مع الموظفة، يعني تشوف راسك يعني ما عندك قيمة، ما تساوي والو في هذه البلاد كما بغوا بهذا المعنى. يعني تشوف راسك كان يعني عندك مشاكل يعني مع السجناء. مشاكل مع السجناء هذيك راه اوبليجي عليك، يعني هذيك راه ضروري، ولكن لقيتي صعوبات معهم؟ بطبيعة الحال يعني ضروري غتلقى، ولكن ناسي في الارض، ولكن ما غتلقاش الصعوبات اكثر ما هو انا غتلقاها مع الموظفه. واخا عاودنا على حياه السجن من الداخل. شي حوايج ما عارفينهمش السجن، يعني اش نقول لكم، يعني شي حاجه اللي ما غتبغيهاش، ما تبغيهاش للعدو، ما واخا احكي لنا على شي اشياء ما كيعرفوهمش الناس اللي خارج اسوار السجن. الاشياء هي انك بهذا المعنى انك ملي تدخل السجن بلا ما تسول على راسك انك راك مغربي، يعني تتعاملوا مع كاينين بعض الموظفين ما تنقولش كل شيء انك ماشي مغربي. يعني احنا تنعرفوا احنا السجن هو سلب الحريه، والسجن يعني تيغلب عليه ديما مسائل الامنيه اكثر ما هي حقوقيه. يعني الحقوق ديالك ديما تتغلب عليها المسائل الامنيه. شحال من حبس دوز؟ انا دوزت سبعه حباسات، يعني كل مره عامين هنا، عام هنا، ثلاث سنين هنا، الاخر هي عامين دوزت في خريبكا، هي اللي خرجت منها خريبكا. الحبس اللي لقيتي فيه راحتك؟ الحبس اللي لقيت فيه راحتي هو الصراحه بدا لي قنيطره. مشيت لان قنيطره كما تيقولوا، يعني
يعني زاوية هذيك هذيك الحبس يعني تتحس براسك انك راك صافر عايش يعني طيب ما كنتش كراسك تعلمتي شي حوايج بطبيعة الحال اول حوايج هما الطيام يعني تعتمد على راسك وتعلمنا بزاف الحوايج يعني واخا عاودنا على شي تجربة دوزتيها في السجن ما تقدرش تنساها انا حاجة واحدة اللي ما عمري نقدر ننساها هي اول مرة غادي تسترونسفير سيدي موسى سيدي موسى يعني كان سجن يعني كما تيقولوا مسمور كما تيقولوا بلغة يعني والو ما كاينش كانوا موظفة قاصحين وهذه يعني دوزت فيه تقريبا مدة ديال شي 10 شهور يعني يوميا تنعيط للدار باغي نتحيد من هنا باغي نعاود الدار كانوا تفرصتوا معايا ويعني تفرصتوا معايا بزاف يعني مدة ديال 8 شهور يعني بحال كاينين الناس في الرباط إدارة السجون يعني ولاو حافظين يعني حافظين الوالده ديالي ولاو تيعرفوها تيشوفوها تيقولوا لها بلاتي صبري 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 وانا ديك الله يسمح لنا من الوالدين عذبتيها معك بزاف هذيك انا ما سمحاتش ليا راه ما اش نقول لك بزاف عندي الوالده ديالي شي حاجه اللي شنو تبغي تقول لها هي تتبادلني نفس الشعور بصراحة لأن أنا لي دري في دارهم عندي أنا جوج خوات جوج دريات وأنا لي دري عندها وليد واحد هو أنا هيا لكن جوج دريات يعني دري واحد كان عندها مشى مشطو البرا واخا ندمتي على داك الشيء اللي درتي؟ بطبيعة الحال هو ماشي ندمت العقل ديال الصغر ما كانش عارف كما قلت لك في الاول يعني اصدقاء السوء والبيئه اللي كنت عايش فيها انا كنت عايش في واحد البيئه يعني بيئه شي شويه ما صلحاتش ليا واخا رجع بك شويه اللور قلتي لي النهار اللي غادي يحكموا عليا عاود لي على ديك النهار اللي غنتحكم انا هذاك النهار عمري غنسى هذاك عمري غنسى ديك التاريخ اللي غادي نتحكم فيه واخا شنو وقع كنت انا كما قلت لكم هنايا في الولفة ان شاء الله حلوا هذه ديال الولفة تحكمت فيها في 2006 يعني ملي طلعت عند الرئيس ديال الكلمه الاخيره يعني انا في عمري ديك الساعه شي 20 سنه يعني دوزت شي تقريبا شي عامين عاد شفت تحكمت يعني في عمري شي 20 سنه يعني الكلمه الاخيره تتكون جلسه مغلقه يعني ما كاينش ما خصش يكون شي واحد من غير تكونوا شي ناس قلال يعني رجاله ما خصش تكونوا شي عيالات وداك الناس تكونوا خدامين تكونوا معاهم في القضاء وداك الشيء تكونوا وصافي يعني حتى المحامين تيخرجوا كل شيء تبقى حتى والرئيس يعني بقيت انا والرئيس في ديك اللحظه اللي غيحكم عليا يعني من غوت عليا الاسم ديالي نطش عندو صافي ملي نطش عندو تجي عاودي على الفصول ديالي وهادي خاص سمعتي الحكم في الاخر ملي قال لي المحكمه مقارنه كنشوف من حالك تحكم عليك 22 سنه فاش حسيتي ما نكذبش عليك انا بصراحه وباقي انا ما تقش في هذيك اللحظه لدرجه ان الناس اللي كانوا موالفين انهم تيكونوا في الجلسه يعني يوميا وداك الشيء كانوا تما في القاعه والقاعه كانت مغلقه يعني قالوا كاملين في الدقه وحده قالوا الله كاملين قالوا الله في الدقه وحده يعني لدرجه ان الرئيس سي املال باقي نعقل عليه هو اللي كان يحكم عليا الرئيس هز راسو شاف فيهم ويدير لهم قال لهم فيديو ما يعني زعما سكتوا ويديروا لي كاملين فيديو ما زعما يعني تشوفوا يعني شاب باقي صغير 22 سنه تحكم حسيتي بانك ضعتي في حياتك لا حسيت ماشي ما يعني وليت تنقول يعني صافي انا ملي عطاني 22 سنه تميت جاي واحد الوقيته انا كان معايا واحد الدري الله يذكره بخير كان معايا واحد الدري ياسين هذاك هو اللي علق لي واحد الوقيته كنت نشوف انا في الجاج ديال الجاج يعني يا ستاف اللي كانوا جايبين لي بوحدو معينيه باش يطيحوا في الدموع هو مسكين هو علقني زاد هو طيح عليا الطين ملي دخلت السجن يعني الموظفة وهذه
يعني كنت معاهم معاهم بواحد العلاقه زوينه، كلشي كيسول اش داروا اش داروا، حتى نقول لي راه 22 سنه كلشي كيسحبونا حتى في لا ما عارفينش. واخا النهار دخلتي اول نهار ديالك في السجن شنو تبدل في حياتك؟ اول نهار دخلت للسجن يعني هذاك النهار ما نكذبش عليك يعني شفت بان كاين تغيير يعني تعيا ما توصف، تعيا ما تشرح بنادم، يعني كاين فرق كبير يعني راه كيما تيقولوا مرآة الشعوب هي السجون، بغيتي تعرف شي شعب كبير عاد تدخل هذا ما تاتي تقالو يعني يعني عالم اخر سيستم اخر يعني حياه اخرى. لقيتي صعوبات؟ من طبيعة الحال صعوبات، كيفاش غادي تعيش كيفاش غتأقلم ماشي عندك نتايا يعني كما تيقولوا حبس الشهورة، يعني عندك اعوام واعوام واعوام يعني كما تيقولوا راه جوج نمرات يعني 22 سنة كي غادي دير تتأقلم مع الجو هذو كي غادي دير تتصبر، ولكن لا يكلف الله نفسنا الا وسعها. يعني ربي الحمد لله يعني عطاني انا سيرتي عطاني ربي واحد الصبر لا مثيل يعني واحد الصبر لي اش نقول لك ما يعني سيرتو مني وليت وليت نتابع الدراسه ديالي نتابع القرايه ديالي نتابع الصلاه. واخا منين خرجتي اول نهار غتخرج باش حسيتي كيف كان الشعور ديالك شتك ضحكتي؟ اول نهار غادي نخرج انا الصراحه ديال هذاك النهار تا هو كيف ما قلت على يعني تا هو نهار ما توصفش، نهار فرحه ماشي فرحه، هي كاين واحد الاحساس ديال بحال 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 ما عمرك كنتي في السجن. يعني ان فوا انا الناس اللي باش يعيطوا لي انا السيده غيعيط لي الموظف اللي خدام تما في الاداره اللي غيعيط لي يعني جات تجري تقلب عليا تقول لي خرج راه الفاكس ديالك طاح ثلاثه المرات، الناس تطيح الفاكس من راس 100 وهذه انا الفاكس ديالي طاح ثلاثه المرات على الاداره اللي تقول لهم خرجوا هذا السيد بارك الله السيد خرجوا بارك الله. ملي تميت خارج شنو اول حاجه درتيها ملي خرجتي من السجن؟ انا اول حاجه درتها يعني كانوا عطاوني الاداره عطاوني 100 درهم انا 100 درهم شديتها درت مشيت مشيت للطاكسي مشيت للمحطه غرت لي بوتيك عيطت للوالده ديالي عيطت الوالده ديالي صافي الوالده ديالي ولات بغات تطير ولات تقول لي بقات في هذا البلاصه كان جاي عندك تقول لها لا ريحي بقاي جي عندي المحطه ولات زيان انا غادي نجي عندك حتى تما. واخا ندمتي على داك الشيء اللي درتي؟ بطبيعه الحال ماشي ندمت فوق الندم داك الشيء، وانا دابا انا دابا ملي خرج اكبر دليل على انني ندمت انا تنفرق بزاف البيبان، ما يمكنش واحد ما ندمش وغادي يمشي يطرق البيبان وغادي يمشي وباغي يخدم، انا باغي من الناس يعني باغي نخدم، يعني باغي نخدم، باغي حتى انايا ندير المستقبل ديالي وتكون عندي واحد الصالير ديالي وواحد الشهريه ديالي يعني قار زوينه، شهريه قاره اللي زوينه اللي غادي نعرف كيفاش يعني اي واحد ما كراش يكون عنده محل ديالو وليداته ويجي من الخدمه الزوجه ديالو باغي تكون اسره طبيعة الحال الزوجة ديالك تتكون تتسنى فيك وتا هي فرحانة يعني الزوج ديالها جاي من الخدمة يعني ماشي مكراتش انا مكراتش هادشي كون دار لي انا نهار الاول انا مشيت لمؤسسة محمد السادس ليومين هذا دابا عامين بالضبط مشيت عندهم في شهر 4 ديال 2018 دابا شهر 10 يعني عامين ونص تمشي عندهم ما بغاوش رافضين الفكرة انهم غيدمجوني انا ولا باغي يدمجو شكون يدمجو دمجوا الناس خارجين من مورايا انا دمجوا هذاك الناس يعرفوا عليهم بزاف الحوايج دمجونا مباشرة هنا تيعرفوا عليهم الناس تيعرفوا من عندي بالسميات والكليات واخا ايوب وانا الا هدرت انا ما بغيتش نقول عاوتاني شي هادي شي حوايج ايوب كيفاش منين خرجتي كيفاش تقبلك المجتمع؟ المجتمع ديما تيشوف فيك تشوف هادي اللي راك خارج من الروح المجتمع تشوف هادي انك راك هاد الاحتقار الاحتقار ما نقولش لك الاحتقار انا لا غادي حتى غايقول لي انا الاحتقار جيب ورقه وسيلو ريح انا وياه ونكتب هو موضوع شوف انا موضوع انا الحمد لله قريت وصحت ما احتقرني حتى واحد هو ديال الاحتقار في النظره ديال
الصباقه ديال انك راك تمشي بالحبس. هذا هو الحاجه قال لك انت كنتي صغير فاش دخلت. وانا دخلت باقي صغير يعني ما راكش عارف كاش عندك الصوره دخلت عندك 13 سنه راه باقي. واخا شنو تبغي تقول للمجتمع؟ شنو تبغي تقول للمجتمع اللي كيشوفوا في السجناء ديك النظره اللي ما زويناش؟ انا بصح انا متفق مع بعض الناس لان كاينين الناس اللي الله يسمح لينا وليهم الله يعفو عليهم يعني ما عقل باقي شي شويه طايش باقي ندير، ولكن راه كاينين الناس من اطيب خلق الله وعندي بلاليس والسميات من اطيب خلق الله وباغين يعني باغين باغين باغينا يجيو السعاده باغينا يجيو السعاده باغينا باغينا باغي يخدموا باغينا باغينا يخدموا. واش دابا حنا دابا تقول لك تقول لك لا بغيت رد الاعتبار ما تيخرج على 5 سنين وهاد الانسان هذا غيبقى 5 سنين هو وما كاين لا فلوس وحنا عارفين حنا فين عايشين حنا راه كاملين مغاربه. واخا شنو هو الطلب ديالك ايوب؟ انا الطلب ديالي تنطلب من الناس انا باغي نخدم باغي شي خدمه يعني يعني خدمه قاره شي صالير قار يعني نديرو تحنا وليداتنا نديرو تحنا تحنا الاسره ديالنا بصراحه قال يعني تشوف راسك يعني غادي انت تكبر ما غاديش يعني ولينا تنبغيو نديرو شي حوايج الله يسمع علينا ولينا حقاش الناس ما بغاوش تصلح. واخا شكرا لك ايوب وشكرا لانك فتحتي لينا قلبك وعاود حكيتي لينا على التجربه ديالك. اعطينا نمره التليفون ديالك. 06 44 13 32 اذا مشاهدي قناه شوف تيفي كانت هذه القصه ديال ايوب اللي كان سجين سابق هو ندم على يعني الجريمه اللي دار ودابا كيطلب غير يخدم ويكون اسره ويندمج حتى هو في وسط المجتمع ويكون يعني عضو صالح. وكتعرفوا ان طيش الشباب وانسان عنده 18 عام راه مازال صغير راه مازال يمكن يدير شي حوايج ما يتحكمش فيها ما يعرفش راسو اش كيدير. كنتمنى من الناس اللي يشوفوا هذا الفيديو انهم يساعدوه وانهم يقفوا معاه. وايوب كلمه اخيره للمغاربه. تنشكر اولا شفت فيديو اللي جات عندنا وتنطلب من الناس المسؤوله بان راه كاينين شوفوا من حال كاينين سجناء اللي بصح دمجوا يشوفوا من حالهم ما تبقاش هذيك الفكره المسبقه ديال ان هذا راه سجين لا هذا لا ما خاصوش لا هذه الناس راه كاينه باغا تخدم باغا تندمج في الحياه يعني الا ما وقفتوش معنا نتوما شكون غادي فين غادي. واخا شكرا لك ايوب وشكرا لكم ايضا مشاهدي قناه شوف تيفي. شكرا لكم على المتابعه ديالكم وعلى الوفاء ديالكم وشكرا على التعاليق كذلك الزوينه ديالكم. تسناونا من دابا شويه في لايف جديد وموضوع جديد. الى اللقاء.